صباح الخير، معاكم المحامية مي الكندري. اليوم كنت حابة أتكلم عن موضوع جدا جدا مهم، وهو موضوع قانون رقم 63 لسنة 2015 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، أو ما هو متعارف عليه الجرائم الإلكترونية. نظرا لكثرة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتقنية المعلومات، قمنا نشوف بالفترة الأخيرة نوع جديد من الجرائم يطلق عليه جرائم تقنية المعلومات، وهذا النوع من الجرائم يشمل الاختلاس والتزوير، المساس بالآداب والأخلاق العامة، سرقة المعلومات، واختراق النظم السرية، حيث أوجد المشرع قوانين للحفاظ على حرية الأشخاص وعدم المساس بكرامتهم. راح أتكلم عن موضوع قانون الجرائم الإلكترونية بشكل وايد بسيط ومختصر عشان أقدر أوضح حق المشاهد مدى خطورة هذا النوع من الجرائم وما يترتب عليه من عقوبات. فعلى سبيل المثال، إذا شخص قام بوضع فيديو على الإنستغرام حط فيه وجهة نظره، قام أحد المتابعين بالتعليق على هذا الفيديو بشكل فيه إساءة حق هذا الشخص ومساسا بكرامته، هذا الشخص قد عرض نفسه حق عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 3000 دينار، ويقدر بعد أنه هو يرفع عليه قضية مدنية يطالبه بتعويض. طبعا يختلف طريقة نظر هذه الشكاوي على حسب طريقة كتابة هذا التعليق. بما معنى إذا كان على مرأة أو مسمع من شخص آخر غير المجني عليه فتكون من اختصاص النيابة العامة، أو إذا كان لا يتجاوز المجني عليه فتكون من اختصاص الادعاء العام. بخصوص الإجراءات، طريقة تقديم الشكوى، تروحون أقرب مخفر حق المنطقة السكنية وتقدمون المستندات التي تثبت هذا الجرم، بمعنى أنكم تصورون مثلا المقطع اللي فيه هذا الجرم وتقدمونه كمستند حق المخفر. اوكي، في بعض الناس تسال وتقول شلون اذا الشخص هذا مسح الاكونت ماله وصار الاكونت ماله ما له اي وجود من الصحه، مو موجود، شلون اقدر اعرف ان هذا الشخص هو اللي تسبب هذا الجرم؟ احب اقول لكم ان في شيء اسمه المباحث الالكترونيه، وهذه المباحث من اختصاصها اعاده المحذوفات مره ثانيه، فلا تحاتون، راح تعرفونه. في النهايه حابه انوه على الاهالي، بديروا بالكم على عيالكم، شددوا رقابتكم عليهم بخصوص موضوع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لأن اليوم مع الأسف قمنا نشوف شباب بسن 15 و16 سنة يطيحون ضحية سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. هذه الوسائل سلاح ذو حدين، تقدر أن تفيدك وترفع من شأنك، وتقدر أن تكون سبب كارثة وضرر أنت في غنى عنه. وبالنهاية القانون لا يحمي المغفلين، ومشكورين ويعطيكم ألف عافية.